تذهب معنا؟ أنا ديزني تدعوكم لاكتشاف بحيرة المرح. سوف ترى العجب العجاب والتعرف على أصدقاء جدد. نحن مسؤولان. فهناك أكثر المخترعين جنونا. الاختراع هو حياتي ومستقبلي. كذلك تلتقون بالراوية إبكون. في أحد الأيام وجد سمير في الغابة وهذا الكمبيوتر الغريب. انفجرت إحدى داراتي. كيف؟ ستعرفون ذلك عندما تشاهدون بحيرة المرح غدا 4 صباحا.